اهلا وسهلا فيكم باول حلقه من برنامجنا دراما للي ترللي. برنامجنا رمضاني درامي فني اجتماعي سياسي ساخر، يعني شيء ترللي. دراما للي ترللي. نستفتح بسم الله الرحمن الرحيم بالمسلسل الرمضاني الخالد، بالسلم، بالحرب، جوا سوريا، برا سوريا، المسلسل مستمر، بيعيشوا الابطال، بيموتوا الابطال، والمسلسل مكمل، بيموت وما بيموت. طبعاً المسلسل بالصلاة على النبي أخذ شهادة الكفاءة وكمل ربيعه التاسع. المسلسل بلش وكلنا تابعنا من لحظة ظهور أولاد المخرج بسام الملا لحتى كبروا وصار عندهم أراضي وملكانات. بس من بعد الجزء الثالث صار تغيير بسيط كتير بالحارة، قلب المسلسل قلب. كانت حارة الضبع صارت حارة الأسد، يعني بس غيروا الحيوان. وعينكم ما تشوف إلا النور إيش صار بالمسلسل. ما بدنا نحكي عن الصورة النمطية اللي عززها المسلسل عن المجتمع السوري، لأنه شيء بيسود الوش. وعلى قد ما نزل المسلسل صارت شخصية العقيد مسخرة لكتير من البرامج العربية. صح ابن عمي؟ خالك العقيد أبو شهاب عايش. خال العقيد أبو شهاب عايش؟ إيه عايش. آه عايش، شفته في مارينا مول بيعمل شوبينج في دبي ومعاه بنت. آه وأنا راجع شفت الوالد كمان، شفته في سكاي بار في بيروت الأسبوع الماضي. لك شوفي روسيا عم تقصف؟ زلمة فكرت هجموا الفرنساوي، إذا الروس عادي. لا تدخلوا الفرنسي بيناتنا، منضلنا أهل بيناتنا خبز وملح. تشبيح مبطن ورسائل مسمومة وتشويه لشخصية رجل الدين ووردة وبحرة ونارنجة. والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله. مين الخاين طيب؟ اللي باع وطنه؟ المظاهرات طلعت مش على لواء اسكندرون. لواء اسكندرون أرض سورية وهي بلد، ما بصير حدا يلعب بالخريطة تبعه. لا تلعبوا بالخريطة، لا تغيروا حلاس الخريطة. بس معلش سؤال صغير أبو عصام، لو بدنا نجعزك يعني، مين اللي باع لواء اسكندرون بلا منقودية وإجا ابنه وسلم البلد للإيرانيين والروس؟ أنا تبع سياسي أنا. بس في لفتة مهمة مرت بالمسلسل لازم نشكرن عليها. هاد قانون سوري يا مو. لا ست فرنسي وستمائة فرنسي، الله يلعن أبو الفرنساوية وكل غريب تحكم فينا. والله أم عصام معها حق، عم تحكي زينة القعد. بس مين بدي غير لنا الدستور؟ دستور من خاطركم. لك شو هجموا الفرنساوي؟ هدول الروس؟ لك إذا الروس معليش. لا هي ما حبيتها منك بنو. في الختام أسرة المسلسل تشكر وزارتي الدفاع والإعلام التابعتين للنظام. لا ما شكروهم السنة. شو ما شكروهم؟ هيك كتر خيرهم.